الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية وأهناها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتقبل التوبة وتغفر الذنب العظيم وأنت الرؤوف الرحيم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ولك الحمد بما علمتنا ولك الحمد بما رزقتنا ولك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما عافيتنا لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن ولك الحمد أن بلغتنا آخر رمضان ولك الحمد بختم القرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أمننا وبسطت رزقنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك أعطيتنا أطعمتنا من الطعام وسقيتنا من الشراب وكسوتنا من العري وهديتنا من الضلالة وبصرتنا من العماية وفضلتنا على كثير ممن خلقت تفضيلا لك الحمد السرمد حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نحمدك حمد ملائكتك المقربين اللهم إنا نحمدك حمد ملائكتك المقربين وحمد عبادك الصالحين لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره سبحانك ربنا لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك
إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفراتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاؤك ماض فينا حكمك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم واجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ولا يقيم حدوده اللهم واجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم وألزم قلوبنا حفظ كتابك اللهم وألزم قلوبنا حفظ كتابك وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم اهدنا واهد بنا ووفقنا ويسر الهدى لنا اللهم وزينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين سلما لأوليائك حربا على أعدائك اللهم واجعلنا لك ذاكرين
لك شاكرين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونعوذ بك مما لا نعلم، ونستغفرك مما لا نعلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم وأحينا على كلمة التوحيد، اللهم وأحينا على كلمة التوحيد، وأمتنا عليها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما، وراحة وسعادة. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك من الفهم عن رسولك صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين، واحشرنا في زمرة المتقين. اللهم يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا نشهدك يا ربنا بأننا نحبك ونحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم فاجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته، اللهم فاجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وارزقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وارزقنا في الجنة جواره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان من عز فارتفع، وذل كل شيء لعظمته وخضع. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه،
سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، سبحانه من إله يجيب سؤالا ويبلغ آمالا، الكريم الذي لا يبخل والحليم الذي لا يعجل، آوانا وكفانا، أعطانا من كل ما سألناه، فله الحمد على ما هدانا، فله الحمد على ما هدانا، وله الشكر على ما آوانا، لا يضل ولا ينسى، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لبيك وسعديك والخير كله بيديك، لبيك وسعديك والخير كله بين يديك، والشر ليس إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، الملك ملكه والأمر أمره والخلق خلقه والعبيد عبيده والملائكة من خشيته مشفقون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون لا يزول ولا يفنى وله الأسماء الحسنى والصفات العلى ذل كل شيء لعظمته وانقاد كل شيء لعزته واستسلم كل شيء لقدرته اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا أطعناك حق طاعتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا وإن رجعنا إليك قبلتنا علمك فينا سابق وقضاؤك بنا محيط وأمرك علينا نافذ أطعناك بإذنك والمنة لك وعصيناك بعلمك والحجة لك ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلين ولا بعذابك مستخفين ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا تتودد إلينا بالنعم ونتبغض إليك بالمعاصي كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا فيا من رآنا على المعاصي ولم يفضحنا يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب ندعوك دعاء من خضعت لك رقابته
وفاضت لك عيناه وذل لك جسمه ورغم لك أنفه ها نحن في الثلث الأخير من الليل الذي تتنزل فيه سبحانك وتقول هل من سائل فأعطيه هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له هذه أيدينا لم ترفع لغيرك وهذه جباهنا لم تسجد لسواك هذه نواصينا الخاطئة بين يديك وأمورنا لا تخفى عليك وأحوالنا لا تخفى عليك إليك نرفع أيدينا نطرق بابك ونستمطر رحمتك فلا تردنا خائبين نرجوك رجاء الخائفين رجاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطاياه جئنا ببابك واقفين فتب علينا يا الله وجئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا يا الله وجئنا ببابك تائبين فتب علينا يا الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم بشرنا بروح وريحان ورب راض غير غضبان اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم واغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إنا نستغفرك مما تبنا إليك منه ثم عدنا فيه ونستغفرك لما جعلناه لك على نفوسنا فلم نوف لك به ونستغفرك مما زعمنا أننا أردنا به وجهك فخالط قلوبنا ما قد علمت اللهم إنا نستغفرك للنعم التي أنعمت بها علينا فتقوينا بها على معصيتك اللهم إنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو ينزل بنا سخطك إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي لك العتبى حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نسألك في هذا الشهر الكريم وفي هذه الليلة المباركة وفي هذا البيت المبارك وفي هذه الساعة المباركة بقلوب منكسرة وأيد مرتفعة ورقاب خاضعة نسألك يا ربنا أن تعتق رقابنا من النار اللهم وأعتق رقابنا من النار
اللهم وأعتق رقابنا من النار، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وتجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام، اللهم واكتبنا فيمن وفق لقيام ليلة القدر ونال ما فيها من الثواب والأجر، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم وخص منهم الآباء والأمهات، اللهم وخص منهم الآباء والأمهات، اللهم وخص منهم الآباء والأمهات، اللهم وأنزل على قبورهم شآبيب الرحمات، اللهم واجعل قبورهم روضات من رياض الجنان، اللهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الساعة من الآمنين وإلى أعلى جناتك سابقين يا رب العالمين. اللهم من كان من والدينا حيا فمتعه بالصحة والعافية ومتعه متاع الصالحين، اللهم وأمد في عمره على طاعتك، اللهم وأمد في عمره على طاعتك، اللهم وأمد في عمره على طاعتك، اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا، واجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم وارحم أناسا صاموا وقاموا معنا في الأعوام الماضية، اللهم وارحم أناسا صاموا وقاموا معنا في الأعوام الماضية قد واراهم التراب، اللهم تجاوز عنهم يا كريم، اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم إنا نسألك أن تثبتنا بالقول الثابت حين نوارى ونسأل، اللهم وثبتنا بالقول الثابت حين نوارى ونسأل، اللهم واجعلنا برحمتك ممن ينادي رب أقم الساعة، اللهم واكتبنا واجعلنا ممن ينادي رب أقم الساعة، اللهم إنا نسألك أن تيمن كتابنا إذا الصحف نشرت، اللهم يمن كتابنا إذا الصحف نشرت، ونسألك أن تعيذنا من النار إذا النار سعرت، وأن تدخلنا الجنة إذا الجنة أزلفت، اللهم واجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا،
اللهم واجعلنا ممن تحشرهم يوم القيامة وفدا. اللهم إنا نسألك الأمن يوم العبور على الصراط. اللهم واحشرنا في زمرة المتقين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إن لنا أحبابا مرضى على أسرتهم أو في دورهم. اللهم فأنزل عليهم عافيتك واشفهم واجعل ما أصابهم رفعة في درجاتهم وتكفيرا لسيئاتهم. اللهم لا تدع لنا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا عزبا إلا زوجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا نفسته ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته ولا مسحورا أو معيونا إلا شفيته ولا أسيرا إلا فككته ولا ساحرا إلا أهلكته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وعنتنا على قضائها. اللهم إنا نسألك لنسائنا وأخواتنا وأمهاتنا أن ترحمهم. اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم واغفر لهم وارزقهم العفاف والطهر والحشمة والحياة. اللهم واستر عليهن في غدوهن ورواحهن ومنقلبهن. اللهم واحفظهن واجعلهن طاهرات عفيفات لربهن طائعات ولسنة نبيك متبعات وبالصحابيات مقتديات وارزقهن العلم النافع والعمل الصالح والزوج الصالح والولد البار. اللهم رحماك رحماك باليتامى والمحتاجين. اللهم رحماك رحماك باليتامى والمحتاجين. اللهم رحماك رحماك بالأرامل والمطلقات والمعلقات. اللهم كن لهم عونا ونصيرا وحافظا ومعينا. اللهم واصلح ذرياتنا. اللهم واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم واجعلهم متمسكين بدينك على الوجه الذي يرضيك عنهم. اللهم من كان من أولادنا عاقا لوالديه اللهم فمن عليه بتوبة عاجلة. اللهم وأقر عيون والديه بصلاحه يا رب العالمين. اللهم رد كل غائب على والديه وأقر أعينهما برؤيته سالما معافا. اللهم واحفظ أبناءنا وبناتنا المبتعثين والمبتعثات. اللهم واحفظ عليهم دينهم وأعراضهم. اللهم من ابتلي من شبابنا بالأفكار الضالة المنحرفة اللهم فرده إليك ردا جميلا. اللهم وأره الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم وأصلح وسائل الإعلام في بلاد المسلمين. اللهم وأصلح وسائل الإعلام في بلاد المسلمين. اللهم واجعلها وأهلها داعين للخير والرشاد على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. اللهم واحفظ علماء المسلمين وأيدهم بتأييدك وثبتهم على الحق يا رب العالمين.
اللهم وفق المسلمين في كل مكان للتمسك بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم على منهج سلف هذه الأمة الصالحين. اللهم واجمع كلمة المسلمين واكفهم شر التنازع والاختلاف والتفرق يا رب العالمين. اللهم وابرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وولاة أمرنا ونساءنا وأطفالنا وشبابنا وأنفسنا بسوء. اللهم فاجعل كيده في نحره. اللهم فاجعل كيده في نحره. اللهم واجعل كيده تدميره. اللهم إنا نعوذ بك من شره ونذرأ بك في نحره. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لكل ما تحب وترضى وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة. اللهم وفقه في هداك. اللهم وأيده بتأييدك. اللهم وفقه بتوفيقك. اللهم وأعل به دينك. اللهم واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم واحفظ هذه البلاد واحفظ عليها عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها وطمأنينتها ورخاءها يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله الملك القدوس السلام. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم وانصرهم يوم قل الناصر وأعنهم يوم قل المعين. اللهم إنك ترى الظالمين وما يفعلون وتعلم سرهم وما يكنون وتعلم علانيتهم وما يبطلون. إلهنا وربنا طال ليل الظالمين وامتد عداء المعتدين. اللهم وعليك بكل من طغى وبغى. اللهم وعليك بكل من طغى وبغى وتجبر واعتدى. اللهم وقاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك. اللهم واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين قلوبهم. اللهم وأبدل أمنهم خوفا وغناهم فقرا وقوتهم ضعفا وعزهم ذلا. اللهم وأرنا فيهم يوما أسود كيوم فرعون وهامان وأمية بن خلف. اللهم وكل إخواننا المستضعفين في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم فرج همهم ونفس كربهم واحقن دماءهم واشف مرضاهم واجبر كسيرهم واقبل شهداءهم وارحم موتاهم. اللهم وارفع ما حل بإخواننا المستضعفين في الصومال. اللهم وارحم إخواننا في الصومال. اللهم وأغثهم. اللهم وفرج همهم ونفس كربهم واشف مريضهم وأطعم جائعهم
شفائعهم وارض ظمآهم واكس عاريهم. اللهم وقيض لهم يدا من الحق حانية. اللهم وأنقذ المسجد الأقصى من المعتدين المحتلين. اللهم واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم ثبتهم بالإيمان وقوهم بالإحسان وقيض لهم يدا من الحق حانية. اللهم واصلح إخواننا في تونس ومصر. اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم وفقهم للحكم بشريعتك وتطبيق سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفق العاملين والعاملات والمشرفين والمشرفات في هذا الجامع واجزهم عنا وعن المسلمين خيرا. اللهم وارحم من بنى هذا الجامع وزوجه. اللهم ارحم من بنى هذا الجامع وارحم زوجه. اللهم وارفع درجتهم في عليين واخلفهم في عقبهم في الغابرين. اللهم واكتب أجر كل من بذل أو قدم شيئا لخدمة المصلين والمصليات في هذا الجامع. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم واختم لنا شهر رمضان بغفرانك. اللهم واختم لنا شهر رمضان بغفرانك. اللهم واختم لنا شهر رمضان برضوانك، وجد علينا بأفضل الحظوظ من رضوانك، وجد علينا بأفضل الحظوظ من رضوانك. اللهم ولا تجعل أعمالنا هباء منثورا. اللهم ولا تجعل أعمالنا هباء منثورا. اللهم ولا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لا تكتبنا ممن رغمت أنوفهم في رمضان. اللهم وثبتنا على طاعتك ودينك بعد رمضان على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر، اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه. وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه، اللهم فأحسن الخلافة على باقينا. اللهم فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، واجعل الموعد جنات النعيم. اللهم ما قصر عنه علمنا ولم تبلغه مسألتنا من خيري الدنيا والآخرة. اللهم إنا نرغب إليك فيه ونسألك إياه. اللهم آت كل سائل منا مراده، وأعطنا الحسنى وزياده. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، بمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.